بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تعالوا مع بعض ندخل نشوف فيلا جديدة من أعمالنا وتشطيباتنا في كومباوند في التجمع الخامس. طبعا ده المدخل، الباب طبعا تركي زي ما انتم شايفين. احنا طبعا تشطيباتنا في أعمال الدهانات، واحنا بنتفرج على الفيلا كده هنتكلم على مراحل الشغل واللي تم بالظبط علشان نطلع الشغل بالمستوى دون وبالجمال دون. طبعا ده الريسبشن. اول حاجة مبدئيا كده الفيلا دي او الشغل ده، اول حاجة عملناها فيه احنا رشمنا الجدران بالحجر، جلخناها ونزلنا الزيادات اللي فيها من اسمنت ورمل وتراب وحاجات زي كده، وكنسنا الحيطة وادينا لها وش سيلر. وسحبنا على السريع يعني، بس سحبنا 5 سكاكين معجون، منهم 4 بالبار والعريضة اللي 40 سنتي عشان لو في مطبات ولا حاجة نلمها معانا، ما تبقى الزهرة حتى تلاحظ كده تحت الاسبوتات وان ما فيش اي مطبات، ما فيش اي مشاكل. الدور الارضي الفيلا طبعا بتبقى 3 طوابق، الدور الارضي بيبقى ريسبشن وحمام ومطبخ، طبعا غير الفيو من بره اللي هو الجنينة بتاعته من بره والمدخل اللي احنا دخلنا منه. ده الحمام، ده المطبخ بتاعه، المطبخ كله دهان مفيش فيه سيراميك، ممكن بعد ما يحط الوحدات يركب بورسلين في النص فوق وتحت او رخام طبيعي او بديل رخام او ايا كان، بس هو معظم الوقت بيدهن المطبخ تشطيب كامل وبعد كده ايه يبقى يعمل بعد ما بيركب الوحدات الرخام بتاعه. هنطلع بقى، ده طبعا زي ما انت شايف ريسبشن تحت، هنطلع بقى على الدور التاني. الدور الارضي بيبقى ريسبشن مطبخ حمام، مفيش اكتر من كده، والريسبشن بسم الله ما شاء الله واسع دون الدرج. نطلع بقى الدور التاني، طبعا الارضيه كلها تحت كانت معموله بورسلين، فوق بتبقى معموله كلها برقي اللي هي غرف النوم والليفنج والمعيشه بتاعهم وحياتهم فيها بتبقى معموله برقي. احنا كنا وصلنا عند ان الشغل واخد 5 سكاكين معجون عشان المطبات وعشان المشاكل اللي فيه، طبعا صنفرة على اللمبة بالمكنة الصنفرة كمان، يعني جبنا في الفيلا دي اللي متابع الصفحة عندي هيشوفنا احنا بنصنفر في الفيلا دي بالمكنة الصنفرة الفيت، جايبينها مخصوص عشان تظبط الحيطة معانا برضو بعد المعجون. دي اول غرفة نوم اضافية، ما هيش غرفة نوم رئيسية ولا حاجة، وجنبها حمام، الحمام ده بيخدم الغرفتين. دي الغرفة التانية، هي نفس الكلام برضو. لون الفيلا كله معمول فانيلا لاتيه، السقف كله أبيض، كل السقف معمول أبيض، والفيلا الجدران بتاعها كلها معمولة فانيلا لاتيه. ده الطابق التاني، غرفتين، الليفنج اللي في النص اللي احنا حاليا فيه ده، بعد كده غرفة النوم الماستر الرئيسية، دي غرفة النوم برضو الفيو بيبص على الجنينة. ده الجنب اللي هيبقى فيه السرير، وهيبقى قبل منه الجنب اللي فيه الشاشة، تمام. فيه هنا حمام اهون، ده الحمام بتاع أوضة النوم، تمام. وكان في بقى ايه اللي هو الدريسنج في الناحية التانية. نطلع على الجزء التالت او الدور التالت اللي فوق اللي هو بتاع خدمات الفيلا بقى، اللي هو السطح والروف، برضو ده يعتبر ليفنج اللي حابب يقعد على السطح، ده ليفنج داخلي وفي ممكن قاعدة من هنا وقاعدة من هنا. الليفنج ده طبعا معمول فيه حمام ووحدة غسيل كاملة، يعني واحنا غسيل ملابس وكده. ده الحمام اللي بيخدم الروف، تمام. تعال بقى نخرج بره السطح عشان المهندس بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له يعني عامل ايه، استغل المساحات بشكل جميل قوي. هنا يعني دي غرفة صغيرة كده يعملها زي مخزن او مستودع للحاجات اللي هتبقى عند العميل يعني، وقبلها كمان غرفة. هو ما هياش في تصميم الفيلا، لكن هو اللي المهندس اللي لقى فيه مساحة فاستغلها بشكل كويس جدا وطلعت معاه بالشكل ده. غرفتين اهو، وده السطح طبعا عليه المكيفات والحاجات دي. الناحية التانية بقى نفس الكلام، يعني نفس الكلام،
بس هو عامل دي حمام للخدامة اللي هي هتكون بتساعدهم يعني في البيت وكده. ده الحمام، ومقابل له بقى الناحية التانية دي الغرفة اللي هتنام فيها الخدامة، وفيها مكيف يعني عشان بس محدش يقول لي. طبعا فيها مجهز لها المكيف ومجهز لها كل حاجة يعني الدنيا تبقى فيها تمام أوي يعني. دي طبعا الفيلا زي ما انت شايف كده، ده الروف او السطح، في ليفينج وحمام خاص بالليفينج وحمام خاص بالخدام او الشغالة، غرفتين نوم اضافيين في وسطهم حمام ليفينج زي ما انت شايف كده، غرفة نوم والماستر بتاعها بالدريسنج وكل حاجة. احنا كنا قلنا ان احنا سحبنا 5 سكاكين معجون، صنفرنا بمكنس الصنفرة، بعد كده صنفرة، بعد الصنفرة دينا 4 أوشاش بوهية، 4 أوجه بوهية لون فانيلاتي. حبيت بس ايه اعرض لكم شغلنا وتشطيباتنا في التجمع. بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يبارك لاصحابها ويبارك لآلاء. يا فيلة فنان مشهور حفاظا على الخصوصية يعني، مش هنقول اسمه، وربنا يبارك له.